معكم في الدردشة، كيف تروني وكيف تسمعوني؟ أرى أرقام 10، كيف في الغرف الأخرى؟ هل الصورة والصوت واضحة؟ نعم، في الغرفة الإنجليزية كل شيء على ما يرام. ممتاز، أرحب بكم أصدقائي. اكتبوا من فضلكم من أي بلدان أنتم لنرى جغرافيتنا، لأنه لقاؤنا اليوم يترجم إلى لغات مختلفة وكثيرة. وبالنسبة إلى هذا المؤسسة، لهذه المؤسسة يعمل لدينا العديد من المترجمين الفوريين الذين سيترجمون كل هذه اللقاءات إلى اللغات الأخرى، والتي هي ستؤدي إلى تنمية عملنا. أرحب بكم مرة أخرى. أرى الكثير من المدن من روسيا، أوكرانيا وبيلاروسيا. أرحب بكم أصدقائي. أنا موجودة في الغرفة الروسية الآن، ولذلك أرى الدردشة الروسية، وأيضا أرحب بالشركاء الأجانب. أعرف أنه لديكم أوقات مختلفة، نقول لبعض منكم صباح الخير، للبعض الآخر مساء الخير. نحن يعني نلتقي هنا بغض النظر عن الحدود والمحددات الموجودة في العالم. بكل بساطة يمكنكم في اللحظة الواحدة وفي الدقيقة الواحدة السماع ومشاهدة ما هو المهم لكل منا. إذن اليوم اللقاء هو، والعرض التقديمي هو، مخصص لموضوع مهم جدا وحدث مهم جدا حول العالم، يحدث خلال سنة معينة. حول العالم تحدث تغييرات كما تعرفون، والأزمة الموجودة التي تحدث لفترة غير معروفة هي يعني تضرب بقوة على أنواع مختلفة من البزنس، وخاصة البزنس الصغير والمتوسط. وهناك عدد كبير من الناس الذين قاموا بإغلاق مؤسساتهم، ولكن أنتم إذا كنتم قد وقعتم تحت يعني وضع أو حالة صعبة جدا، اكتبوا من فضلكم في الدردشة. هنا في الغرفة الإيطالية نستمع إلى الموسيقى، وهذه يعني هذا هناك خلل فني، نأسف، ننتظر دقائق من فضلكم. نعم، اكتبوا في الدردشة أصدقائي. رقم 5، من طاله هذا التغير أو التغييرات التي حدثت في العالم؟ هذه أوقات صعبة وعصيبة بدأت في 2020، طبعا هذا يستمر الآن للكثير من يعني الأعمال التجارية، هي أصبحت الآن صعبة جدا وغير ممكنة. ولذلك الإنسان يعني إذا تحدثنا عن الشباب، فأن الشباب لديهم إمكانية الدخول إلى حيز الإنترنت، والشخص الذي قام بمرور يعني السلم العمل التجاري كالحال القديمة أو كالعادة التقليدية لإجراء أو بناء العمل التجاري، فهذا يعني صعب. إذن اكتبوا في جميع الغرف من فضلكم كم شخص طالته الجائحة في بزنسكم، يعني من منكم تم طرده، من قام بإغلاق البزنس؟ لدينا أكثر من 2 مليار شخص الذين بحسب الإحصائيات طبعا الذين تم إرسالهم إلى عطلة، وهم تحولوا إلى العمل عن طريق أونلاين أو فقدوا عملهم بشكل تام. وطبعا رواد الأعمال أيضا، وعدد رواد الأعمال الذين كانوا في الماضي هو يعني تم تقليصه إلى عدد كبير، والآن هي حالة صعبة جدا. الجميع يبحثون عن حلول جديدة. نحن مع مؤسستنا ومجتمعنا قمنا بإنشاء حل جديد، هو منصة رقمية. مرة أخرى في الغرفة الإيطالية، هناك أيضا مشكلة في الصوت، هناك مشكلة في الغرفة الإيطالية، وسنحاول
التعامل مع هذا الخلل الفني لننتظر قليلا. شكرا جزيلا. ثانية واحدة من فضلكم. من هو المنظم؟ لنطلب من المنظم يعني إيجاد حل لهذه المشكلة في الغرفة الإيطالية. إذن في جميع الغرف الأخرى أصدقائي، اكتبوا من فضلكم كيف كان هذا الوقت، ذلك الوقت في يعني منذ بداية الجائحة في بلدكم، ما الذي تحسن في تلك الفترة وما الذي أصبح أو سار إلى الأسوأ في البلد الذي أنتم تسكنون فيه؟ هل ترون أو تلاحظون تغيرات في البزنس، أو هل هناك ظهور لمؤسسات أو أنواع بزنس جديدة؟ طبعا تحدث هناك تحديثات، نحن نتحول إلى الروبوتات والأتمتة. نعم هذا الشيء صعب، وكما رأيت في الإنترنت أنا كثير من الأعمال أصحاب الأعمال التجارية لديهم يعني صور في الإنترنت قاموا بنشرها كالقبر وعليه حجر، وهذا القبر هو البزنس يعني، وهذا شيء يعني غير جيد. نعم شكرا لأونلاين، هذه الإمكانية التي تساعد الناس على إيجاد إمكانيات جديدة أو إيجاد مخرج من هذه المواقف، بينما ننتظر التعامل مع الخلل الفني في الغرفة الإيطالية لنتحدث وإياكم عن لا يوجد الآن بث على اليوتيوب. هذا كان سؤال، ولذلك أنا أعتقد سيتم هناك تسجيل فقط للقاء. إذن في الغرفة الإيطالية عندما سيكون كل شيء، نعم آسفة جدا، هل هناك منظمون في الغرف الأخرى؟ لأنه ما زلنا نواجه مشكلة في الغرفة الإيطالية. الآن نحن نستمع إلى يعني هناك خلل فني في الغرفة الإيطالية. مرة أخرى نذكر وذلك نحن نحاول التعامل مع هذا الأمر. هذه هي إيجابيات وسلبيات اللقاءات أونلاين من جهة أو من ناحية. نحن وإياكم، نعم نيكولاي هو المنظم وقال أنه سيتعامل مع هذه المشكلة، نأسف. هذه هي إيجابيات وسلبيات مثل هذه اللقاءات. التقنيات والتكنولوجيا هي يعني الآن البث على اليوتيوب موجود وصوت موجود، إذن هذا جيد. طيب بينما يتم التعامل مع هذه المشكلة، اكتبوا من فضلكم ما الذي حدث في بلدكم، كيف يعني تعايشتم مع هذه الحالة والجائحة من ناحية البزنس؟ هل إذا كان لديكم بزنس، هل أنتم يعني مثلا فقدتم هذا البزنس أو ماذا اتخذتم، ما هي القرارات؟ يعني مثلا الكثير انتقل إلى الأونلاين، وطبعا هذا كان حل ممتاز. طبعا العالم أو الناس هم توقفوا عن العمل في المؤسسات الضخمة وتحولوا إلى العمل عبر الإنترنت أو أونلاين، ونحن نعرف وإياكم أن يعني الحياة تنتقل إلى هذه الأجهزة الحديثة الهواتف. عندما تكون في تواصل عن طريق الإنترنت مع أصدقائك وعندما تترك الهاتف لفترة، أنت تشعر وكأنك تفقد شيء معين. هذا شيء طبيعي لأننا ننتقل أو انتقلنا إلى مرحلة أنه لا يمكن يعني الاستغناء عن الهواتف والأجهزة أجهزة التواصل. بعض رواد الأعمال يكتبون شركاءنا قالوا أنهم نعم أثناء فترة الجائحة تم الإغلاق، والآن عدنا مرة أخرى وافتتحنا. نعم هذا ما يكتبه الشركاء، يعني لا يوجد يعني أي يعني ممكن ستأتي موجة أخرى من الجائحة، من الممكن أن يحدث كل شيء في كل من أنواع البزنس. لا توجد هناك أمور يعني لا نعرفها، هي تحدث كل أمور
بشكل غير متوقع. خلال 20 سنة مثلا أو 30 سنة، نعم في الغرفة الإيطالية يقولون انتهت المشكلة، نعم 20 أو 30 سنة من البزنس، وفي هذه الحالة تم إغلاق العمل. يعني الشخص هو كان متعود على العمل الخاص به وهو لا يعرف ما الذي يفعل. لذلك نحن نقوم بدعوة الجميع، دعوة الجميع للبحث عن إمكانيات جديدة لتحسين عمله التجاري. وأنا أقول بغض النظر عن ما تمارسونه أي عمل، يجب عليكم أن يكون لديكم طريق أمامكم دائما، هو البيزنس، هو ريادة الأعمال. أي ما كل ما تقومون بأخذ على عاتقكم هو مثل الطريق. حتى إذا أنتم تفكرون أنكم وصلتم إلى مرحلة متقدمة، فعلى أي حال هناك تحدث بعض المشاكل أحيانا. أنا مررت بمثل هذه الأمور، هذه تجربتي الخاصة. إذن مرة أخرى نرحب بالجميع، أتمنى أن يسمعني الجميع بشكل جيد، والبث المباشر على اليوتيوب أيضا موجود. إذا تريدون يعني إرسال هذا، سيكون هناك رابط يعني إرسال هذه الفيديوهات أو البث المباشر، هو موجود على اليوتيوب باللغة الروسية فقط، وفيما بعد سنرى، والتسجيلات طبعا هي ستكون موجودة كالعادة. إذن انظروا أصدقائي مرة أخرى، منصتنا الرقمية هي ثمن شهر للأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة. في هذه الأوقات الصعبة لرواد الأعمال، هي منصة التي تعطي إمكانية توحيد أصحاب الأعمال والعملاء للمراكز التجارية والترفيهية والشبكات الضخمة. لننتقل إلى الشريحة التالية ونتعرف ليتعرف علي هؤلاء الأشخاص الذين لا يعرفونني. أنا سعيدة جدا بالتعرف على الناس جدد. أنا اسمي أنستاسيا يوغوجينسكا، نائب رئيس في إطار برنامج تابع لجمعية إيفريج، وأنا سفير إيفريج في روسيا، وأنا أيضا طبعا أنا في ELC، أيضا في مشروع ELC الذي سيتم إطلاقه فيما بعد. أنا أيضا أمارس فترة طويلة الأمور النفسية وإخصائي نفسي، وأنا أيضا خبير في التسويق Network Marketing، وأيضا في مدرب على المستوى الشخصي. وكانت لدي يعني البيزنس الخاص بي والأعمال التجارية الخاصة بي، لذلك أنا أستطيع أن أتحدث عن هذا الأمر. عندما تبتعد عن البيزنس قليلا لمدة 6 سنوات، أنت في حالة تريد أن يعني تستريح، وعندما يعني هناك شخص نائب عنك هو يقوم بالعمل، وإذا أنت لا يوجد لديك هذا التحكم والإدارة، أنت لا يمكنك أن ترى هذا الأمر. يعني لا يوجد تواصل مع العمل. اكتبوا زائد من فضلكم من يعرف ويعرف كيف، ما هي فائدة ردود الأفعال في المؤسسات، حتى مثلا في المطاعم، مثلا المقاهي، الفنادق. هناك دائما كتيب لكتابة الملاحظات مثلا أو الاعتراضات على خدمات التي تقدمها تلك المؤسسة. اكتبوا من فضلكم من كتب في يوم من الأيام في مثل هذه الأمور، ومن منكم مستعد لتحسين عمله، تحسين الخدمة التي يقدمها ذلك المكان. البعض يقولون أنهم كتبوا، البعض يقولون أنهم ما كتبوا. طبعا لأصحاب الأعمال أو رواد الأعمال هذا مهم جدا الحصول على ردود الأفعال. كان لدي مطعم وكنت أذهب إلى هذا المطعم، كنت أخذ هذا الكتيب للاعتراضات، وكنت أرى ماذا، كيف تتم تقدم الخدمة للعملاء في هذه المؤسسة وفي هذا البزنس. لأنه عندما كنت أطرح سؤال للكوادر اللي تعمل، وهي تقول دائما كل شيء بخير وكل شيء على ما يرام، من ناحية هؤلاء الموظفون هم لا يمكنهم القول طبعا
هناك مشكلة أو شيء معين، هم كانوا يحاولون إيجاد حلول لهذه المشاكل، ولكن نحن نعرف أنه في أي حالة اعتراض أو مشكلة الحل يكون لدى صاحب هذا العمل أو رائد هذا العمل البزنس. ولذلك مهم جدا الحصول على ردود الأفعال، هذا شيء مهم جدا. أحيانا يكتبون شكر وامتنان، هذا أيضا شيء جيد عندما يكتبون الناس أو العملاء أنهم ممتنون لعمل الكوادر، فهم الكوادر ستحصل على جوائز أيضا ومكافآت. أنا سأتحدث من وجهة نظر الشخص الذي كان لديه بيزنس وكان لديه محلات، كانت لديه في الأمور المطاعم في المدينة، كان لديه تقريبا 15 نقطة أو مؤسسة، وأنا كنت أؤمن المواد لهذه أو المنتجات لهذه المحلات. لنرى كيف يشعر العملاء عند حصولهم على خدمة معينة عند دخولهم إلى تلك المؤسسة. إذا ما كان لديكم بيزنس خاص بكم، لنتخيل أنك رجل أعمال واليوم لديك مؤسسة، وما الذي تحتاج وتريده اليوم في المقام الأول؟ هو أن يكون العميل سعيد وأن يحصل على خدمة أو منتج وهو يخرج وأنه شاكر لك ويقول لك أنه سأعود مرات ومرات إلى هذا إلى هذه المؤسسة. عندما كنت أنا أدخل إلى المؤسسات الخاصة بي كان العملاء سعداء دائما، لأنني كنت أتقدم إلى كل عميل وأطلب منه مثلا: هل أنت سعيد؟ هل أنت أعجبتك الخدمة؟ في المرة القادمة إذا ستأتي إلينا سنقدم إليك عرض جديد. فيما بعد بالمناسبة فيما بعد سيكون لدي يعني خبر جيد ما الذي يحصل الآن. نحن في لن يعني أذكر كل شيء الآن، ولكن فيما بعد سأخبركم عن خبر جيد. نعم، العميل يخرج سعيد جدا. وكيف، ما هو رأيكم إذا هو سيعود أو سيخرج سعيدا، فما هي الفائدة التي ستحصلون عليها فيما بعد إذا هو خرج في هذه الحالة؟ نحن البعض يعني لن يتحدث شيئا، ولكن عادة إذا النساء أو حتى الرجال هم يحبون التفاخر في بمشترياتهم. إذا كان هو سعيد فهو سيتحدث إلى بقية المعارف وسيقول له أن يعني الخدمات كانت جيدة وأنه سيجذب عملاء جدد. وإذا كان رائد العمل لديه بيزنس وهو لا يعمل أو غير موجود في هذا البيزنس، فالعاملين لديك هم لن يستطيعوا يعني تقديم كل الصورة بشكلها الواقعي كما ترونه أنتم بأنفسكم. إذا عملاء الموظفون إذا ما كان لديهم تحفيز فهم لن يقوموا بهذا الشيء. وعادة تحدث مشكلة الكوادر يعني فقط أنهم يعملون لديهم راتب معين ولديهم نسبة من المبيعات ولديهم ساعات عمل محددة للعمل، لأن الشخص هو يعني بالنسبة للموظف هو يقول أنه يعني هو ليس صاحب العمل. اليوم سأعمل في هذا المحل أو المؤسسة، غدا سأعمل في مؤسسة أخرى، وهذا البزنس بالنسبة إليه غير مهم. لذلك البائع يجب أن يكون محترفا. كما ترون الحالة أمامكم الآنسة التي تصرخ وهي تقول: لماذا وضعتم ملعقة سكر واحدة وليس اثنان مثلا؟ وهي تصرخ. ولذلك هذا ما يحدث في المؤسسات وفي المطاعم. يعني إذا كان العميل غير سعيد فهو سيأتي بعدد أكبر في المستقبل من العملاء غير السعداء. إذا كتبوا تقييم بأنه كانت هناك مشكلة، فأنت يمكنك أن تعالج مشكلة خروج أو ترك العملاء لك. إذا كان لديك إحصائية أن هناك عملاء غير سعداء، كان هناك بعد يعني مراجعة الإحصائيات فأنه وجدت أنه
لديك عدد من العملاء بأقل من 8 عملاء مثلاً ما كان عليه، لأنهم كتبوا أنه كان هناك مشكلة في مثلاً الملح غير كافي في الطعام، أو الملح زائد في الطعام وهذه مشكلة، أو إذا كانت مثلاً الوجبة غير جيدة، فالكثير من المطاعم هي تقدم وجبة أخرى مجانية، وكي تطلب منك المؤسسة أن لا تخبر أحد بهذا الأمر وتقدم لك مكافأة معينة. لذلك في أي مؤسسة نحن نحتاج إلى عملاء استعداء، يجب علينا أن نقوم ثلاث حاجات للعملاء، هي التواصل مع العملاء، وإمكانية الحصول على ردود أفعال، وإمكانية التواصل المستقبلي مع العميل، لننتقل إلى الشريحة التالية وسنرى ما الذي يقدمه إلينا uGain Business. سأخبركم عن تلك الأسئلة التي تظهر لدى أي من رواد الأعمال. نحن نحاول إعطاء إمكانية لرواد الأعمال أن يقوموا بممارسة الأعمال التي يحبونها ويفضلونها، ولا يفكروا بالنفقات على الإعلانات مثلا. أنتم تعرفون من مارس العمل التجاري هو فيعرف أنه تقريبا 20% أو أكثر في بداية العمل التجاري نحن ننفقه على الإعلانات، وكيف يمكننا أن يعني نتعرف على أن هذه الإعلانات هي كانت فعالة؟ نحن لا يمكن أن نفهم هل كيف وصل إلينا هؤلاء الناس، لا نعرف. ولذلك النفقات على الإعلانات هذه هي من الممكن أحيانا أنها سترتفع عن النفقات اللازمة، والكثير من المؤسسات هم يحصلون على خسائر كبيرة في البداية. ولذلك هذه الإمكانية التي نقدمها هي تعطيكم إمكانية لتقليل نفقات الإعلانات. يمكنكم تقديم إعلانات لعملائكم بشكل مجاني من غير دفع لأي شيء. عملائكم الدائمون هم سيرونكم دائما وسيتذكرون هذه المؤسسة دائما، وهم ويقولون هذه المؤسسة التي أحبها هي تنتظرني دائما، وأنا سأحصل بفضل هذا التطبيق زيادة في عمليات الشراء المتكررة، وأيضا العميل سيرى أنه هناك اعتناء واهتمام به. كل بيزنس هو علاقة رائد الأعمال مع العملاء. إذا كان لديك علاقة على المستوى الإنساني، حتى إذا أنت تقوم بالاهتمام بشخص مقرب منك، أنت تهديه مثلا ساعات من وقتك، هدايا، اعتناء، فهذا الشخص سيكون أكثر وفاء بالنسبة لك، وكل مرة هو سيلتقي بك ستكون لديه مشاعر طيبة. هذا نفس الشيء أيضا عندما عند التواصل مع عملائكم عن طريق التطبيق، فهذا هو التواصل الذي سيظهر بينكم، وأنتم يمكنكم رؤية كيف العميل يشعر، ما هي مشاعر العميل وماذا يشتري. كل هذه الأمور يمكنكم تعرف عليها عن طريق التطبيق، ومنحه ما الذي يريده في تلك اللحظة، في لحظة اليوم يعني مثلا، وتقديم الحاجة التي يريدها. أيضا التوافر في كل أنحاء العالم، لدينا هذه الإمكانية، يعني عميلنا هو سافر أو بدأ برحلة، هو على أي حال من الأحوال ستكون لديه إمكانية وصول إلى هذا التطبيق في تلك المؤسسات الموجودة في نظامنا الإيكولوجي، وأنتم يمكنكم أيضا تقديم خدماتكم حول العالم، وأن تحصلوا على تحسين في جودة خدمة العملاء عن طريق uGain Business. لكل شخص الذي هو سيفهم كيف القيام بهذا، لأنه داخل التطبيق هناك كل الإمكانيات لتتبع كل الأمور اللازمة لعملائكم. ننتقل إلى الشريحة التالية، التواصل مع العملاء. كيف يمكنكم أن تتواصلوا مع العملاء؟ بهذا الشكل يمكنكم الحصول على ردود أفعال وكتابة، الحصول على أيضا ردود أفعال حول الخدمة التي تقدمونها. يمكنكم تقديم
أو قائمة الأسعار أو قائمة الطلبات وتلقي الطلبات هي بشكل أونلاين. يعني نقل البزنس الخاص بكم إلى نظام أونلاين عن طريق حركة واحدة، أنتم ستحصلون على محل أو متجر أونلاين من غير، إذا لديك عدد كبير من المنتجات مثلا، منتجات مثلا صغيرة ولها تسميات كثيرة، يمكنكم دائما تكتبوا قائمة الأسعار في القائمة وتغيير هذه القائمة وتحسين هذه القائمة. أنا كنت صاحب مطعم كما قلت لكم من قبل، كان لدي طباخ ممتاز وهو كان يريد دائما يحب أن يحسن الأكلات ويطورها، وكانت لدينا مشكلة هو أنه يجب علينا أن نقوم بتحديث المنيو وإعادة طباعته، ونحن نريد أن تكون المنيو جميل أو قائمة الطعام جميلة، وهناك يعني صور للوجبة في هذه القائمة، وهذا كان عمل صعب، هذا طباعة، هذا أيضا تقديمه للضيوف الموجودين لديكم. أما هنا فكل شيء أبسط، أنت تقوم بتحميل في التطبيق قائمة الطعام وقائمة الأسعار وأن تستحصل على الطلبات، كل شيء بسيط. في هذا العالم نحن نحتاج إلى يعني حركتين للحصول على كل شيء. الأمر التالي هو رقمنة القاعدة وجمع البيانات الإحصائية والتحليلية، يعني هذه هي الدقيقة المناسبة التي كنت أريد الوصول إليها. كم شخص يزور هذا المطعم اليوم مثلا؟ أنت لا يمكنك وضع شخص عند المدخل وأنت تكتب زائد عند دخول كل شخص. وعندما سافرت قبل فترة في الطائرة كانت هناك زر، كان يجب ضغط هذا الزر لمعرفة كم شخص في الطائرة. هذه هي الأتمتة. نعم، نحن نمر ونقوم بمسح البطاقة ومعرفة كم شخص في الطائرة. هنا أيضا نفس الشيء، دخل الشخص قام بدفع، لديه إيصال للدفع. مثلا المؤسسة لديكم فيها موظفون وأنتم تريدون معرفة كيف عمل هؤلاء الموظفون لديكم، وهذا هناك إمكانية لرقمنة كل شيء، وسيكون لديكم يعني تحكم بالحالة أو الوضعية الموجودة لديكم. أنتم تعرفون كم شخص زاركم اليوم في المطعم، كل منهم قام بإجراء مسح أو سكانر للQR كود، وأنتم ستعرفون ماذا قاموا، ما هي الأمور التي قاموا بطلبها وشرائها. إذا كان لديهم بطاقة بنكية فيمكنهم القيام بالدفع بشكل أونلاين. وهناك أيضا نظام تحفيز الموظفين، يعني كل موظف سيكون سعيد عند خروج العميل وهو سعيد، لأنه لدينا إمكانية في هذا التطبيق زيادة معرفة العملاء أو الموظفون، أن الموظف يجب عليها أن يمر بتعليم أو دورات تعليمية إضافية لتحسين معرفتهم بمنتجاتكم وبخدماتكم وبمطعمكم. حتى إذا كان الشخص جديد وموظف جديد، فأنتم سترون كيف ينمو هذا الموظف وتمنحونه إمكانية مثلا للتوسع في السلم الوظيفي. وأيضا لدينا إعدادات التسويق المرنة. هذا الأمر هو عندما يمكنكم تقديم عرض خاص لعملائكم في مؤسستكم، في مطعمكم، في عملكم. هو هذا العرض هو سيكون فردي، أنت تقوم به، لديك اسم هذا العميل، والبرنامج هو سيقوم بكتابة هذا العرض الخاص لهذا الشخص المحدد، لأن هناك أمر تلقائي، أنت تكتب هذا العرض وإضافة اسم العميل، وسيحصل العميل على هذا يعني العرض. اكتبوا من فضلكم إذا حصلتم على مثل هذا العرض مقدم
إليكم بالاسم، فهل ستشعرون أنتم باستعادة؟ اكتبوا زائد مثلا السيد فلان الفلاني المحترف، لأنك أمس حضرت إلينا وأنتم أمس تناولتم وجبة معينة، اليوم نحن قمنا بتحضير وجبة معينة لحضرتكم، أن التواصل مع العميل بشكل فردي، فهذا الشخص هو سيعرف أنه سيحصل على خدمات ممتازة ومميزة. ننتقل إلى الشريحة التالية، وظائف أو وظيفة uGain. لدينا وظائف كثيرة في uGain، كما تعرفون أنه التطبيق الذي يمكن للعميل تحميله هي طبعا موجودة بشكل مجاني، وهذه التطبيقات هذا التطبيق يبدأ بالعمل، وفي هذا التطبيق يمكنه الحصول على إمكانيات أخرى. هنا أيضا لدينا برنامج المكافآت أو البونصات. اليوم نحن نتحدث عن طبعا إذا أردتم معرفة البونصات، في يوم الخميس سيكون لدينا في الساعة 12 أيضا لقاء حول برنامج المكافآت يوم الجمعة. إذن الشخص يحصل على بونصات إضافية، وأيضا التوصية بتطبيق لأصدقائه، وأيضا الحصول على بونصات إضافية أخرى، وأيضا إمكانية الحصول على جميع الطلبات بشكل أونلاين، وأيضا ردود الأفعال. وهذا هو التواصل مع العملاء. كما ترون أمامكم الأيدي الموجودة بهذا الشكل. الاعتناء بالعملاء هذا مهم جدا لكل من أصحاب الأعمال التجارية، ونحن يعني نفوت هذه الإمكانية عندما نكون في البيزنس، لأن رائد العمل هو يفوت هذه الفرصة. ممكن هو أن يبحث عن أناس مختصون للتواصل مع العملاء، أو يمكنكم القيام بكل بساطة بهذا الأمر عن طريق هذا التطبيق. أنت تقوم بتقديم يعني اعتناء واهتمام خاص بالعملاء، أعطاهم إمكانية لتقديم ردود الأفعال، وأيضا هناك إمكانية أخرى رائعة هو التسويق المتقاطع أو الرسمان. كما تعرفون هنا هذا هي إمكانية رائعة، أنا سعيد جدا بهذا هذه الإمكانية، لأنه في كل عمل هناك منافسون، وطبعا نحن دائما نريد أن نكون الأفضل من المنافسين، ويكون لدينا أكثر العدد الأكبر من الأصدقاء والزوار والمشترون. نحن سيكون لدينا هناك تواصل مع جميع أصحاب الأعمال أو المؤسسات، يمكننا الاتفاق معهم وإعطاء الإمكانية لبعضهم البعض في بناء أو زيادة قاعدة العملاء الموجودة لديك. وهذا التسويق المقاطع يعني يزيد قاعدة العملاء، ولو كنتم في مركز تجاري كبير مثلا في بعض الأقسام هناك بعض التطبيقات أن تطلب هذه العروض وتأتي إلى القسم التالي ويأتي إلى هناك عدد كبير من الناس، وأن تبني العلاقات مع هؤلاء، وبهذا يمكن زيادة الطلب على تطبيقاتنا، وهذا الشخص الذي ينضم إلينا ويعرضها على زبائنه وعملائه، ويمكن الاتفاق معه هذه التطبيقات الذي يجب العمل نفس الشيء ويحصل على نفس الشيء، ويرسل هذه التطبيقات إلى قاعدة العملاء. ماذا يحدث هنا مثلا؟ زبائنكم ستكون دوما وستحصلون على مكافآت، حتى لو أن عملك سيبدأ أن يشتري بعض الخدمات أو البضائع أو أي شيء من المنتجات في أي مؤسسة أخرى، ستحصل دوما على بونصات إضافية من كل عملية شراء له في أي مؤسسات أخرى. حتى في الدول الأخرى عندما يسافر أي شخص ويذهب إلى أي مؤسسة وسيصرف بعض النقود هناك،
ستحصلون على بونصات إضافية من عمليات الشراء التي يقوم بها، أي هناك الفائدة لكل من، لكل الناس والعملاء، وكم هي أيضا مفيدة هذه التطبيقات والخدمات لكل الناس الذي لديه مؤسسات تجارية كبرى. إذا كانت المؤسسة التجارية من وجهة النظر، ونبحث ذلك من جديد، لأن هناك أناس شركاء جدد، وهناك يعني عندما يحدث أنه لا يمكن يعني زيارة هذه المؤسسات، ولرجل الأعمال لا يمكن أن يعني أن يؤجر مساحته الكبيرة، والناس الذين يستأجرون أمكنته مثلا، ورجل الأعمال الذي لديه منتجات ومن خلال إنترنت، فهو محمي أيضا من خلال الإنترنت، من خلال هذه التطبيقات يقوم بتسويق هذه البضائع أو المنتجات. والشخص الذي لديه مؤسسات أو مساحات كبيرة يمكن أن يضم رجال أعمال الذين يستأجرون بعض هذه المحلات، وهذه المحلات الجديدة تفتح أونلاين يعني، والشخص الذي له يعني محل ويحصل على طبعا بونص من الناس الذين يزورون هذه المحلات، ودوما سيحصل على بونصات إضافية وإمكانية الحصول على دخول إضافية، ويمكن يعني طبعا رقمنة طبعا هذه قواعد العملاء أيضا جميعا، وهذه يعني إمكانيات فريدة من نوعها. ومن لديه مثلا مؤسسة ولديه 100 فرع من الفروع التجارية، ويمكن أن تحسبوا أنكم كيف وكم سيحصل مثلا بالدولار واحد من مشتريات كل زبون، فدولار على الأقل، فاحسبوا هذه حتى عندما يكون محله مغلق وفي وفقا برنامج الولاء والوفاء، ونحن قد تعودنا على هذا البرنامج وهي سهلة جدا ورائعة، والكثير تعودوا على ذلك، ونستخدم هذه أو تلك البرامج، برامج الولاء، وبرنامج الولاء هذا موجود لدينا ويتيح لنا يعني بقاعدة البيانات الكبيرة مثل هذا اليوم، ويمكن الحصول على كميات كبيرة من الناس أو العملاء، والردود الفعل النقدية الحصول لهذه المؤسسة أو تلك. نتابع الخطة التسويقية، الخطة التسويقية طبعا لقاعدة العملاء، هناك أدوات تسويقية للعملاء، ما قاعدة العملاء طبعا كيف يبدو ذلك، كيف ترون مثلا الانستغرام، ويمكن كتابة ذلك حول العروض الترويجية وعلى البونصات التي يحصل عليها العملاء، وتحصلون على يعني نقاط إضافية وتساعدون زبائنكم للحصول على نقاط إضافية، وتحصلون على فوائد، وتحصلون على عائدات سلبية أيضا، وبالإضافة إلى ذلك يحصل بشكل مجاني على هذه العروض، ويمكن أن يحصل على تخفيضات كبيرة عندما يشتري ويدفع يعني رسوم الاشتراك لشهر أو لسنة، وسيحصل على تخفيضات كبيرة ورد نقدي كبير. وبفضل هذه الإشعارات جميع الزبائن سيعرفون ماذا يحدث في مؤسستك أو في أحد الأسواق أو الأسواق التجارية، ما هي العروض، وفي أي محل من المحلات، وفي الأعياد مثلا ما هي المحلات التي تم فتحها، والحصول على منتجات جديدة مثلا أي كمية كبيرة من الناس الذين يعرفون حول عروضكم
الترويجية من خلال الإشعارات، ويجب أن نستخدم يعني بدلا من الضيف يعني المستهلك مثلا، يعني الزائر أو المستهلك حسب يعني مثلا بزنس الأوتيلات أو الفنادق، عندما يأتي بعضهم إلى بعض رجال أعمال لشراء بعض المنتجات، ثم يعني عميل ربما، وهؤلاء الناس الذين بعض الأسواق جاءوا إلى المطعم وسميتهم أنا ليس عميل وإنما زائر ضيف. وفي هذا الوقت الحالي مثلا كيف تتواصلون مع رجال الأعمال وأي نوع من البزنس لديه، يعني يجب أن تختاروا الكلمات والمصطلحات وتختارون يعني الاقتراحات اللازمة لهؤلاء الزبائن والعملاء. كيف يعمل uGain؟ وهو شيء شكل بسيط وسهل، ومر وقت كبير كي نضغط ويتم مسح العروض ويتم التسجيل، وفي المكان الذي يمكن تستخدمها يعني يوضح الكود أيضا ويتم توضيحه أيضا ومسحه في، ويتم وعرض هذه التطبيقات على جهاز الموبايل الذكي. وبعد ذلك يحصل أمين الصندوق على المعلومات، كم عدد النقاط لهذا الضيف أو الزائر، وكم وما هي التخفيضات والعروض التي يمكن طرحها إليه، الذي أتى مثلا بعيد ميلاده ليحصل على هدايا يعني، ويمكن نعرض عليه يعني هدايا خاصة له، والحصول على يعني الكاش باك أيضا. من بعد هذا بعد يعني المسح يحصل على كافة المعلومات لكل زبون أو لكل زائر، ويمكن كيف يمكن التكلم معه، ويحصل الزبون على يعني الفوائد اللازمة. يمكن أن يدفع إما بشكل أونلاين، ويعني بعد ذلك تقل عدد النقاط المكافآت وكم يستعيد من النقود أيضا. بعد ذلك يحصل العميل على نقاط مكافأة، ويمكن أن يضع أمنيات أخرى ويسجل في دفتر ونكتب في يعني دفتر الشكاوي أونلاين مثلا في أي مكان، وترى هل عجبك ضيفك، ما هو الشيء الذي حصله بشكل جيد. ننتقل إلى الشريحة التالية، وهكذا يحدث عادة عندما تكون لك متاحا الوصول إلى هذا النظام، ويعني وتحمل هذه التطبيقات لرجل الأعمال، وسيحصل على فوائد مختلفة، ويحصل يعني بزنس خاص به. وتطبيقاتنا لرجال الأعمال متاحة يعني كسعر فنجان القهوة في اليوم، يعني سوف لن يقوم بدفع التكاليف للدعايات إلى آخره، والتجديدات المختلفة يجب الحصول عليه، وتأخذ وقتا طويلا في مختلف المؤسسات، وتتطلب يعني ميزانيات خاصة. وعروضنا يعني متاحة وبأسعار معقولة، ويمكن لرجل الأعمال أن يتخذ قرارا مناسبا يعني لهذا الفنجان القهوة في اليوم، ولها فوائد كبيرة جدا. الشروط وتحسين البزنس وبناء العلاقات مع العملاء والزبائن، وهي بدون نقاش مفيدة جدا، وستتحرر من العمل الروتيني اليومي، ويعني وقاعدة البيانات إلى آخره، يعني بالضغط على الزر
على التطبيقات يمكن أن ترسلها لجميع العملاء والعروض الخاصة أو بعض الأخبار، ونحن نعيش في ذلك الوقت الذي يتم أن نعرف كل شيء فورا، وكأن حدث ذلك الأمس وهذا اليوم. في هذا اليوم يعني الخبر يعتبر ليس يعني صحيحا. نحن في ذلك الوقت الذي يجب أن نمشي خطوة إلى الأمام، وفي هذه اللحظة التي يمكن أن تعلموا جميع الزائرين والضيوف والمستهلكين ماذا يحدث في هذه اللحظة. وهذا الشيء يعني خلال إنستغرام وغيره، كل ذلك يمكن في هذه اللحظة أن تستخدموا هذه التطبيقات وترسلوها، خاصة العروض. ماذا يحدث في الحالة في الأعياد حول مؤسستكم، أو يمكن أن ترسل إليها لجميع العملاء، وهذا مهم جدا. ولذلك أشكركم جميعا للانتباه، وحاولت أن يعني أعطيكم غالبية المعلومات وكيف يمكن استخدام ذلك في بزنسكم الخاص. طبعا من خلال هذه التطبيقات يمكن أن تقوموا بذلك، يمكن أن تقوموا بذلك لأنفسكم، وأنت إنترنت يعني سوق على الإنترنت. حتى لو بقيت بعض المنتجات أو الخدمات لم تستخدم التي لا يمكن الآن بيعها، فيمكن أن خلال يعني من خلال فنجان قهوة أن تقوموا بذلك في لحظة معينة، وتحصلوا على إمكانيات إضافية لتوسيع قاعدة البيانات أو العملاء في جميع الدول وفي جميع المدن، لأن عروضنا يعني تطلق في مختلف الدول وبعدة لغات. والآن أردت أن أخبركم ماذا وعدتكم به وأكشف لكم بعض الأسرار. لقد كان هناك المرحلة الثانية من الامتحانات، وسأسمي هذه الأرقام كم اجتاز هذه الامتحانات من خلال هذه العروض، طبعا عروض اليوغين. الآن آخر الأرقام لهذه اللحظة الساعة 11 بتوقيت موسكو، نتائج هذه الاختبارات، الناس الذين، وكانت هناك متاحة عدة محاولات لكل شخص لاجتياز الامتحانات، 5710، ومن اجتاز هذا الاختبار 3909، ومن اجتاز أكثر من 50% 3433، يعني 87 شريك اجتازوا هذا الامتحان. أهنئكم أيها الأصدقاء الشركاء، وقد يعني عرضت كل الاهتمام وبذلتم كل جهودكم لاجتياز هذه الامتحانات أهنئك إليانورا، أخذت الدرجة الأولى أو المركز الأول، وأهنئ الجميع، ولكل من اجتاز فوق 50%، وكل من اجتاز أكثر من 50% ستكون له متاحة طبعاً. أهنئ الجميع، ستكون أسماء ستسجل وتدون أسماءكم في القائمة، وهناك ما زالت إمكانية لمن لم يجتاز الامتحانات ليعيد أو اجتيازه أو اختبار. أهنئ الجدد أيضاً ومن حاوله، أهنئكم جميعاً، أنتم رائعون. وطبعا نحن يعني نتضامن مع كل من الآن يجتاز هذا الامتحان، وكل العالم ينتظر هذه القرارات ولرجال الأعمال. أشكر الجميع على الانتباه، وأحضنكم جميعا، وأتمنى لكم مزاجا جيدا. ومن هو في اليوم في موسكو سيكون هناك طبعا، وإلى اللقاء القادم في البث المباشر. تحياتي.